قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوسعة تقاطع سار من خلال جسر علوي، بالإضافة إلى توسعة المسارات على شارع الشيخ خليفة بن سلمان ليصبح 5 مسارات في كل اتجاه بطول إجمالي يبلغ نحو 3 كيلومترات، ليصبح أول شارع في المملكة ب5 مسارات في كل اتجاه. ضمن المشاريع التطويرية لشبكة الطرق في مملكة البحرين، قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتطوير تقاطع سار الكائن على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، وتم إنشاء جسر علوي بمسارين بطول 800 متر لنقل الحركة المرورية بدون توقف من المنامة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان مباشرة باتجاه الشرق إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان المؤدي إلى مدينة عيسى. وتنوه الوزارة لكل مستخدمي الشارع باتباع الإرشادات التالية: لمستخدمي شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه الجنوب، تمت توسعة الشارع إلى 5 مسارات في كل اتجاه من التقاطع مع شارع البديع لغاية تقاطع سار. للمتجهين جنوباً إلى الرفاع والزلاق ومدينة حمد، بإمكانهم استخدام المسارات 3 من جهة اليسار. وللمتجهين إلى سار شارع 13 وجسر الملك فهد ومدينة عيسى، بإمكانهم استخدام المسارين من جهة اليمين قبل الحاجز الإسمنتي. وتنوه الوزارة لمستخدمي الطريق أن الشارع بعد الحاجز الإسمنتي راح يتفرع إلى 4 مسارات، المسارين في الجهة اليمنى بيوصلون إلى جسر الملك فهد وتقاطع الجسرة. أما بالنسبة للمتجهين لمدينة عيسى، فيقدرون يستخدمون الجسر العلوي بالمسارين من جهة اليسار واللي يؤدي لشارع الشيخ عيسى بن سلمان. والمتجهين من سار شارع 13 إلى مدينة حمد يقدرون يسلكون المسار الأيسر علشان يندمجون مع الحركة المرورية على شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه الجنوب. وبالنسبة للمتجهين من سار شارع 13 إلى المنامة، يقدرون يستخدمون المنحدر على شارع الشيخ خليفة بن سلمان للنزول وبعدين الصعود مرة ثانية باتجاه الشمال، أو المواصلة بعد النزول على شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه الشرق. وتم تطوير المنحنى للقادمين من شارع الشيخ عيسى بن سلمان واللي يؤدي إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه الشمال ناحية المنامة. راح تتوفر 3 مسارات من جهة اليسار، بالإضافة إلى مسارين في جهة اليمين للراغبين للاتجاه إلى شارع البديع، مسارين باتجاه دوار القدم و3 مسارات باتجاه المنامة. مع تحيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نعمل من أجلكم، نطور لخدمتكم.